دشن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ومكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل البرنامج التوعوي عن النظافة أنا لمدرستي ومدرستي لي. ويتضمن البرنامج الذي سيستمر لفترة 6 أشهر يتضمن أنشطة وبرامج خاصة بالطلاب بالمرافق التعليمية التابعة لمكتب التربية والتعليم في عموم مديريات ساحل حضرموت، تشتمل على برامج إذاعية توعوية وحملات نظافة ميدانية داخل وخارج المدارس لرفع مستوى التوعية والاهتمام بالمحافظة على النظافة وغرس مفهومها لدى جميع شرائح المجتمع. اليوم 5 أكتوبر يوم المعلم العالمي، ندشن برنامج النظافة أنا لمدرستي ومدرستي لي، والذي يمتد ويستمر لستة أشهر من هذه السنة 2023-2024 العام الدراسي. مستهدفين جميع مديريات ساحل حضرموت بالعموم بالشراكة مع وزارة مكتب التربية والتعليم بالساحل. هذه الحملة ليس نقول تقتصر على يوم التدشين بشهر 5، بل هي في كل المدارس. الهدف من هذه المدرسة هو هدف توعوي لكل الطلاب في مدارسنا لتكون مدارسنا نظيفة، مدرستي أجمل. كذلك تنقل عبر هؤلاء الطلاب إلى أسرهم الأهداف التي هي نعملها أن توصل لكل طالب وتنقل على الفعل الواقع سواء كانت في المدرسة أو في البيت أو في الشارع.